وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذة ماريا خوري. أستاذة ماريا، بعد التحية، ما أهمية مشاركة المؤسسة لحقوق الإنسان ضمن الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة؟ مساء الخير وتحياتي للجميع. قبل الدخول للإجابة على هذا السؤال المناسب جدا، لعل من الأنسب والرائع جدا أن نتكلم اليوم عن العقوبات البديلة ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا القانون المميز، حيث أن الوطن أمس احتفل بمرور 20 عام على ميثاق العمل الوطني. لذا العقوبات البديلة تأتي نتيجة للرؤية الإنسانية الإصلاحية الحقوقية لميثاق العمل الوطني لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، هو إحدى ثمار هذا الميثاق. دورنا نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو دور الشريك، الشريك المجتمعي، الشريك الإنساني، الشريك الحقوقي في هذا القانون المميز، لأن كل نتائج تنفيذ قانون العقوبات البديلة أو يأتي في اتجاه الإصلاح وإعادة تأهيل المحكومين واتجاه تقديم خدمات تصب في مصلحة أمن وسلامة وإنسانية المجتمع. فكلنا نتكلم لغة واحدة في هذا الصدد، وهي لغة الشراكة المجتمعية، ليس فقط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إنما شركاء حيويين متفاعلين مع جميع متطلبات هذا القانون ليكون نموذج إنساني في مفهوم الشراكة المجتمعية. نعم أستاذة ماريا، وجهتم الدعوة لمختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تطبيق نظام العقوبات البديلة، فما هي الاستفادة المتحققة للمحكومين أولا وللجهات عندما تشارك في تطبيق هذا النظام؟ طبعا عندما أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار بزيادة أعمال خدمة المجتمع للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، كانت دعوة لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب القطاع العام في تنفيذ هذا البرنامج أو تنفيذ هذا القانون. الدعوة تأتي لماذا؟ لأن موضوع نظام العقوبات البديلة هو فكرة خلاقة تضمن التوفيق بين العقوبة وبين قيم حقوق الإنسان، وتكفل الانتصار لثقافة الإصلاح والتأهيل في جوهرها. أرجع وأتكلم عن الاستفادة الاقتصادية للجميع من تطبيق هذا القانون، العوامل الاجتماعية، حيث أن الشخص يبقى متواصلا مترابطا مع أسرته ولا يصبح فتور في التواصل بينه وبين أهله، وأيضا يعزز المسؤولية المجتمعية، وهذا دور كبير مهم جدا لجميع المستفيدين من ذلك. ولعل أهم فائدة هو في هذا السياق هو منع الجريمة أو الجنحة قبل وقوعها. نعم الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.